روشن أو في الدوري الرديف، البداية دائما بالسلام الملكي السعودي. ناجي، كرة تصل أقصى اليمين، محاولة للنمو 20 نقطة، ولكن كرة ومحاولة ولقطة فتحوية نموذجية، تمريرة وإذا كان في فترة مع الفريق الاتحادي ولا يجد فرصة كمدرب للفريق الرديف مع النمو. مباراة سجل فيها الشباب مبكرا في الدقيقة 6 عن طريق فيصل السلطان. فهد الزهراني لاعب فريق الأهلي سابقا أيضا تحصلوا على بطاقات صفراء، توالت لقاءاتهم في دوري الزين وفي آخر أو في ثالث مواسم دوري الزين به لاعب الفريق الشباب الهلالي عندما كان فتحاويا. علي بليه أيضا تلقى بطاقة صفراء في اللقاء الثاني في المواسم اللي لعبها مع الفريق الشبابي، ولكن يبدو أن للسن أحكام، ويبدو أن الكرة الأولى الحين موسى عبد الله، الله الله، يعني مشروع حارس قادم بقوة للأمانة، ما شاء الله، يعني علي باردة كرة قوية تبحث عن مقص أيسر لمرمى. سجل 45 واستقبل شباك 42 هدف، جمع 44 نقطة في المركز الثامن، فارق بالأهداف عن الفريقين الفيحاء موسى عبد الله ومحمد البريه. اذا بالفعل دقيقتين حسبت كوقت بدل ضايع. استقبال كره من الشقاق والعوده الى الخلف، وثبات ولا اروع من العلوان. مباراه يتميز فيها حراس المرمى الثلاثه، سواء الحراس الاساسيين الاثنين او البديل للعلوان. كره خطيره للفتح في الجهه اليسرى عند 82 حسين. مباراة تستحق أن يطلق عليها وداعية يا آخر. الوحدة في مركز رابع ب 15 نقطة، والشباب كسر رقم السابق عندما كان في مركز خامسا ب 14 نقطة، الشباب لديه 17 نقطة الآن. الطائي جولة 34، شوف كرة شبابيين تقدم، ولكن طالت عادت